انتهى تسرب الغاز الطبيعي من خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يوصل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر دول البلطيق، إلا أن توقف التسريب لم يضع حدا لتراشق الاتهامات بين روسيا والغرب، حيث قالت الاستخبارات الروسية إن موسكو لديها مواد وبيانات تشير إلى أن الغرب كان له دور في التصدعات التي حدثت في خط أنابيب الغاز نورد ستريم، فيما اتهم الرئيس بوتين من وصفهم بالمستفيدين من هذا التخريب بشروعهم في تطبيق مخطط تدمير البنية التحتية للطاقة الموجهة لعموم أوروبا. فهل سيقف الأمر عند هذه التصريحات والاتهامات المباشرة للغرب من جانب روسيا؟ وما السيناريوهات التي يمكن أن يأخذها تطور الأوضاع المتعلقة بإمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا؟ وللحديث عن هذا الملف نستضيف نائب رئيس الصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة أليكسي غريفاتش. أهلا بكم معنا. أهلا. بداية، في ظل تراشق الاتهامات المذكور بين روسيا ودول غربية فيما يتعلق بما حدث لأنابيب نورد ستريم 1 و 2، نريد أن نفهم من وجهة النظر الروسية ما الذي حدث لهذين الخطين؟ ليس بإمكاني التكلم باسم روسيا برمتها، فهي دولة كبيرة كما تعلمون، ولكن نعرف أن الوضع واضح. علينا انتظار للحصول على تقارير التحقيقات التي جرت في خطوط الأنابيب ومعرفة ماذا حدث خلال هذا الحادث. ولكن ما نعرفه حتى الآن هو أنه انخفضت ضغط في خطوط الأنابيب ضمن نورد ستريم، وذلك ضمن أنبوبين مصر 4، وذلك في غضون ساعات، ويظهر ذلك وجود أضرار كبيرة لهذه الخطوط. بالتالي ليس بإمكان لهذه الحادثة أن تكون مجرد مسألة تقنية، ولكن يبدو أن المسألة الأساسية تشير إلى أن هذا اعتداء على هذه الخطوط بالإضافة إلى أعمال تخريبية. طيب، موسكو تتحدث عن أن المستفيد مما حدث يمكن أن يكون الغرب الذي بدوره يوجه الاتهامات لموسكو، ولو أنه يلمح ربما ليس بطريقة مباشرة أن موسكو تقف وراء ما جرى للأنابيب المذكورة، خاصة بعد إقدامها على قطع امدادات الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1. ما رأيكم؟ نعرف أن تدفق الغاز عبر خطوط أنابيب نورد ستريم 1، وتم إيقاف عمل نورد ستريم 2 من خلال القرار الألماني بفعل ذلك. نعرف أيضا أنه تم إيقاف ضخ الغاز خلال الصيف بسبب العقوبات الغربية التي طالت الأدوات والمعدات الضرورية لتشغيل خطوط الأنابيب عند
في الجانب الروسي. بالتالي ليس بإمكاننا استخدام هذه المعدات بسبب مشاكل أمنية. هو الأمر خطير جداً لطاقم العمل بالإضافة إلى المعدات بحد ذاتها وللبيئة أيضاً. طبعاً كانت خطوط الأنابيب جيدة بحد ذاتها وتم إيقافها مؤقتاً قبل حدوث هذه المسألة. ولكن نعرف أيضا أن خطوط الأنابيب لم تكن تعمل، ونعرف أن الأضرار للبنية التحتية لن يضر بالجانب الروسي. ويذكر المنطق أن أوروبا تواجه أزمة طاقة بسبب الوضع مع إمدادات الطاقة من خارج أراضيها، وبالتالي تواجه أوروبا أزمة كبيرة، ونعرف أنها قد تواجه شتاء صعبا جدا، وربما لن يكفي احتياطها لخمسة وستة أشهر. بالتالي كان هناك احتمال بأن تغير أوروبا سياساتها، ربما ذلك بسبب بعض التظاهرات الاجتماعية ضد هذه القرارات، وربما بعض المجموعات الأخرى قد تقرر أنها تريد تغيير الوضع وأنها قد توافق على التوصل إلى اتفاق مع روسيا، وذلك للحفاظ على تدفق مصادر الطاقة من الجانب الروسي، وذلك لإدارة أزمات مواجهة تداعيات أزمة الطاقة. بالتالي سيكون لصالح روسيا أن تبقى هذه الأنابيب تعمل، ولكن من سيستفيد من هذه الأضرار؟ هؤلاء الذين لا يريدون إعطاء أوروبا فرصة التفكير بمصادر الطاقة وبإعادة إحيائها وبالحصول على اتفاقيات مع روسيا بشأنها. هنا أريد أن أسأل، هناك من يربط بين ما حدث وتزامن الموضوع مع إطلاق خط أنابيب جديد يوصل الغاز إلى بولندا عبر أراضي الدنمارك من النرويج، وذلك للاستغناء عن الغاز الروسي. ما رأيكم بالربط بين تزامن ما جرى لأنابيب نورد ستريم وإطلاق هذا الخط الجديد؟ هذه مصادفة مثيرة للاهتمام. ولكن في حال أعتقد أنه سيكون لصالح الجانب الروسي الإضرار بهذه الخطوط، فلن يكون ذلك مناسبا. فنعرف أنها تفضل الإضرار بخطوط أخرى التي قد تصل إلى أوروبا، وذلك لكي تصبح هذه الأزمة أسوأ في حال اتبعوا هذا المنطق، وعبر اتهام روسيا بإحداث هذا التخريب وهذا الضرر لخطوط الأنابيب. أما بالتكلم عن خطوط الأنابيب التي ستصل إلى بولندا، فهي ليست بكبيرة جدا ولن تصبح تشغيلية بكافة طاقتها قبل العام المقبل. وبالتالي نعرف أن قدرات خطوط نورد ستريم واحد ونورد ستريم ثاني مرتفعة جدا، بالتالي هي مختلفة جدا عن هذه الخطوط الصغيرة التي ستصل الغاز من الأراضي النرويجية إلى بولندا، ولن تكون هناك مقارنة بين الاثنين. ولكن ربما سيعملون على إيصال الغاز إلى شرق إلى غرب أوروبا. ونعرف أن خطوط الأنابيب هذه متصلة بخطوط الغاز التي تصل هذه الغاز إلى ألمانيا وغيرها من الدول عبر الأسواق البولندية. تتحدث روسيا عن أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف وموضوعي فيما حدث مع إشراك خبرائها، هل هناك إمكانية لذلك في ظل التصعيد والتنافر الدولي الحالي بين روسيا والغرب؟
نعم يجب أن يكون هناك تحقيقات دولية شفافة وسريعة بهذا الموضوع، ونعرف أن ذلك قد ينقذ الموقف وقد يسمح بالحفاظ على أمن الطاقة في المنطقة وفي العالم برأيي. توجد إشارات إلى أن الدول الغربية ليست متحمسة جدا لدعوة المحققين الروس للمشاركة في مثل هذه التحقيقات، ونعرف أن ذلك بطبيعة الحال سيؤدي إلى تقويض العدالة ونزاهة وشفافية مثل هذه التحقيقات. بيد أنني أعتقد أنه في حال شاركت ألمانيا في هذه التحقيقات فلربما سيكون من الصعب التوصل إلى النتائج حاسمة بشأن هذه التحقيقات، ولكن ربما بسبب بعض الأسباب السياسية لن نحصل على أي حقائق بشأن هذه القضية ومن هو المسؤول عن هذا الاعتداء على خطوط الأنابيب. لأنني بحسب ما فهمت يوجد جزئان بشأن هذا الاعتداء. إذن أولاً كان يجب أن يكون هناك فرص متوفرة الفعل ذلك، ولكن توجد الكثير من الأطراف التي كان بإمكانها وضع المتفجرات في قعر البحر، فهي ليست بعميقة جدا، فهي مجرد 70 مترا تحت هذه الخطوط. والجزء الثاني من هذه المعادلة هي أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا واثقين بأنهم سيفلتون من العقاب، بالتالي سيدعمون من دولة قوية جدا للتستر عن أعمالهم والتي تملك الأدوات والصكوك الكافية التي تسمح لها بالتأثير على وسائل الإعلام وعلى الرأي العام وربما حتى التدخل في التحقيقات. ونحن نعلم جميعا من هي الدول التي تملك مثل هذه الإمكانات.